جات عندي الدار قالت لي الله يرحم والديك خالته ماما مريضه ما تدينيش للكوميسارية هاد التليفون ديالك ظهر. تلاقاتني ماما هنايا وهودت هي وخاي الطوموبيل هاودو طلعوا معانا بخاطرهم تجمعوا كاملين بهم ومشاو يوريونا الولد اللي شراو اللي باعوا له التليفون. البنات جمعوا بعطيتهم بخاطرهم وقالوا لي يلاه نديك عند الولد اللي بعنا له التليفون. اخي الا ما كانش مخزن في البلاد كراكم كليتونا كراكم كليتونا مخزن كاين الحمد لله مخزن هو اللي عطانا حقنا ما الا ما كانش مخزن كراهم ديك الناس كلاونا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القصة باختصار هي ماشي اختطاف. اولا بنت كانت كتريش هي واحد صاحبتها نهار السبت في العشية شي تلاميذ ناضوا اتصلوا بيماها وقالوا لها بلي بلي بنتك راها كدابز مع فلانة. المرا خافت تخلعت مشات كتجري. المهم تما اهم حاجة في ديك الشيء هذاك المهم تما فرضوا مثلا مرا تشبكات ولا مرا تما ضاع منا التليفون صافي في العشيه كنشوف مرا مغيره بزاف على ديك التليفون ضروري ما تغير لان التليفون راه مشى بواحد 1300 درهم ولا هذا. المهم بنيتها الصغيره ما هداتش بقات كتقلب كتسول من هنا من هنا يا سول هذا فهمتي تحصلوا على شي معلومات على شي اوديوات باللي ديك التليفون راه داتو فلانه وفلانه وفلانه نهار الحد باعوه. ديك الليله اللي هاد الصباح الاثنين قالت التليفون ديالي غنحضرو قالت لهم غادي تعطيوني التليفون ديالي ولا نديكم للمخزن. جات عندي الدار قالت لي الله يرحم والديك خالته ماما مريضه ما تدينيش للكوميسارية هاد التليفون ديالك ظهر التليفون ديالك ظهر يلا نجيبوه. انا ما قدرتش نوض نمشي نيت بني جابني لحقت على بنتي هو دار فينه جمعوا بعطيتهم بنات جمعوا بعطيتهم بخاطرهم وقالوا لي يلا نديك عند الولد اللي بعنا له التليفون. فعلا داوني عند الولد اللي بعنا له التليفون عيطنا له جا قال لي لالا التليفون ديالك هاو عندي وهالبنت اللي بعثوا لي وهاد الوليد ستيتو جيبوا لي باعوه لي ب 67000 جيبوا لي عي 60000 على حسب انتينا مريطه ولادك مراطين رد لك التليفون ديالك مشي قضي الغرض ديالك ومريطنا مع الناباس. عطيتو 60000 عطيتو 60000 عطاني التليفون ديالي مشينا فحالنا انا هو دا الخدمه كنت غنقول لكم سريه جبرتهم تما جبرتهم تمايا رجعت فحالي لا غدا نعمل ندكلاري بغاو ينصفوني انا تما. جا الكوميسير قال لي طلع عمل التحاليل حيتاش مريطه وعاد رجع عندنا. مشيت عملت التحاليل رجعت عندهم قالوا لي خصك الحاله مدنيه. عيطت لاختي قلت لاختي جيب لي الحاله مدنيه انا في الكوميساريه. جات لي اختي الحاله مدنيه هي دخلت هما ناضوني لها ضربوها بالرجال ديالهم بالنساء ديالهم بكل شيء. اختي جات لابيلانس داتها هي وراجلها راجلها هرسوا له الكتفه ديالو وهي في محمد الخامس دابا حاليا هي في محمد الخامس. نهار السبت مع الجوج ونص خرج من المدرسه انا طالعه هنايا في العقبه هي تخرج عندك تقول لهم عيطوا لي لهاد الحصه عيطوا لي لهاد الحصه مي مشيت تكلمت لها جبدت التصاور ديالي وبدات كتوريهم لي حداهم كاملين وكتخسر الهضره. جيت انا قلت لها ما نزلش المستوى ديالك جرتني من شعريه وصاحبتها شي واحد شافني مشى عيط ماما جات ماما فرقتنا جات صاحبتها دات لها التليفون ماما دات التليفون ماما ديك الساعه قلبنا عليه تما مجبرناه شي هما خبعوه قلنا صافي ماشي مشكل نهار الاثنين انا هو المدرسه وصونات عليا ماما قالت لي جاو عندنا الدار جاو عندنا الدار هاودت مع هاود تلاقاتني ماما هنايا وهاودت هي وخاي الطوموبيل هاودو طلعوا معانا بخاطرهم تجمعوا كاملين بهم ومشاو يوريونا الولد اللي شراو اللي باعوا له التليفون مشاو ردينا له ستينا 600 درهم ديالو عطانا التليفون ديالنا. من بعدهم هاودو ديكلارا ومي هاودو ديكلارا وقالوا حنايا كنا حنايا وجوج دراري وبنت وقالوا بلي حنايا اللي تعدينا عليهم هبطنا لهم سراول راه ما هبطنا لهم لا سراول لا والو وكانوا يعني عادي ما ضربناهم حتى حاجه هما مشاو معانا بخاطرهم وتابع بائع السمك اللي باعوا له التليفون شاهد وبلي ما كانوا لا كيبكي ولا مربوطين لا حتى حاجه واصلا البنات كيقولوا كيتعرضوا لهم في باب المدرسه بنات شاهدين. وملي جاونا هنا حنايا ما كانوا معانا حتى دراري كنا انا وماما وخاي الناس كلشي كيشهد كلشي كيشهد بلي حنايا ملي كنا هنايا كنا غير انا وماما وخاي ما كانوا معانا لا دراري لا بنات هما كيقولوا كنا بزاف بينا وكاين عصابه اجراميه. بغيت نوجه واحد الرساله ديك الناس ديك السيد بعدا اللي كيقول بغى حقه دابا وكيقول ما كاينش المخزن في البلاد. اخي الا ما كانش المخزن في البلاد كراكم كليتونا
كراكم كليتونا من مخزن كاين الحمد لله، مخزن هو اللي عطانا حقنا، ما الا ما كانش مخزن كراهم ديك الناس كلاونا يا خرسيمو بالله الا كراهم ترشوها، ما خلو ما عملوا بالكذوب والبهتان وهذيك والظلم وهذا باش يترشوا هذه العائله هذه، ما كاينش هذا الشيء هذا، ما يمكنش الانسان صاحبي ينزل على خاه واحد الظلم، حنا غدا غنتلاقاو عند الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ما يمكنش يا خي تساهمنا، حنا كنتو غترشوا لنا هذه العائله هذه، هذه الاسره كنتو غترشوها. الانسان الانسان خصو حتى يتاكد من الخبر مزيان عاد كيمشي يقول ويقول ويقول، ما خصوش يبقى غير يهضر يهضر ويصافي يظلم واحد اخر، هذا الشيء اللي نقدر نقول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.